موضوعنا اليوم الغش في كل المجالات، بدءا بالمجال التجاري وصولا لك التلميذ الصغير اللي فسكي في الامتحان بتعلة سهولة النجاح باستعمال أساليب سلبية كما هذه. فما مثل يقول لك لتدمير أمة لا تحتاج لا إلى قنابل ولا إلى طائرات، يكفي أن تسمح لذلك التلميذ الصغير بالغش في الامتحان لأنه في المستقبل سيصبح طبيبا، سيصبح مهندس. تأثير التصرفات أو خلينا نقول الحاجات السلبية هذه على المجتمع؟ والله هي سلبية جدا، مدمرة أصلا من السلبية. الغش يعني أكبر من الجهل، أكثر حتى من الجهل. الجهل ممكن إنسان جاهل جاهل أما أنه يغش أو يزور أو يدلس أو جميع أنواع الغش يعني مدمرة. الظاهرة هذه انتشرت بصفة كبيرة لأنها في تفكيرنا ولا تغاط عليه البراغماتية النفعية. الفلسفة هذه ناس كل تحب توصل، ناس كل تحب تقضي أمورها. كيفاش باش تقضي أمورها؟ مش بالساهل، فهمت؟ دونك يلزمها تستعمل الأساليب هذه تغش. كنت فسكي. تعرف اللي هو السلوك سلبي أكيد. علاش كنت فسكي؟ لا، بحكم درس الجغرافيا ودرس التاريخ معناه البروف يكتب لنا جريدة ويقول لك روح لي أحفظ لي ولا غدو يجيني شي فيه. معناه بحكم ما عندناش كمبيوتر احنا في ريوسنا باش نحفظوا ذاك الكل، درس تاريخ الأربع صفحات، جغرافيا كيف كيف، مدنية إسلامية، دونك نتلزوا باش نجم نفسكو. مرات وصلنا لدرجة أن تبنيناها فكرة الغشة، خطر هي الغشة باختو، تمشي للمارشي يغشوك في الخضرة، يغشوك في اللحم، باختو الغشة باختو. تأثير التصرف السلبي هذاك تأثير سلبي انتقل للأوتوماتيكمون معناتها للوعي متاع الأطفال، ولا يطبقوا فيه تبنيوه، ولا الغش ظاهرة عادية معناها، ولا مرات صغير الفو سوباغيتغ معناها حتى من خلال حتى يبدا هو حافظ ومحضر درسه يجبد ويفسكي وينقل وكذا. الحقيقة يلزمنا ناخذوا إجراءات معناتها أقوية وصارمة في الحكاية هذيا باش ما عادش تتكرر وتتعاود، خاطر ماذا بينا يطلع جيل عنده بقاش في مخه، يعرف يعبر، يعرف يحكي، يعرف يناقش من غير ما تبدا عنده قوالب جاهزة وحاضرة يكتبها ويخرج. يبدا هو يغش صحيح باش يلقى روحه، صحيح باش يلقى روحه، لكن في مخه مش باش يلقى روحه، مش صحيح باش يلقى روحه في الوثائق نتاع الامتحانات نتاع الدفوارات، لكن في مخه هذاك ماهوش موجود. لازم ما لازمناش نغشوا بالطبيعة، هذه حاجة سلبية على الآخر، معناها أتم معنى الكلمة سلبية سلبية، على خاطر أنت كي باش تغش في الامتحانات بعد كي باش تبدا تخدم مش باش تلقى روحك في الخدمة. لازم بمخك أنت راهو، لازم حاجة تبدا أنت بمخك، مش تكتب وتحط في الورقة قال شنيا هاني نفسكي هاني ما نعرفش شنوا، والعباد معناها حاسبة روحها ما تشوفكش قال شنيا ميسالش فسكي، المهم ما نجح. الغش موجود في كل شيء، خاصة في وقتنا تو بعد الثورة، وما بالنسبة للتلميذ بالكش يكون حله الوحيد هو الغش بحكم يعني نجم نقولوا على الغش الغاية تبرر الوسيلة. نجم نقول الغش يعني ايه نبرر الغش، علاش موجود الغش في كل شيء مش كان عند التلميذ مساكن، علاش ما ينجحش اللي غش اليوم راه غدا ما ينجحش في حياته وفي دينته وفي عالمه ما ينجحش. كل إنسان اللي غش يراجع روحه بشوية بشوية، شوف روحه اللي هو طايح. الغش هو حاجة خايبة وما فما عبيد تعملها ما كيما الطفل كي يعملها، معناها تلقائيا، معناها حاجة سبونتاني ما يعرفش وين مش توصل. أما بالمدة وكي لقنوها معناها والديه يقولوا الحاجة هذه ما تعملهاش والحاجة هذه تعملها، معناها الخير والشر نقولوا نحن، يولي هو يبعد على الحاجة هذيك. أما في المجالات الأخرى تحكي على المجال التجاري، عبد معناها نقولوا احنا واعي وراشد معناها وصل لعمر معين يعرف يتصرف، يعرف يميز ما بين الخير والشر، ويعرف كل خطوة وين توصل. مش مقبول، الكل
وهذا ناتج عن التربية، هي نتيجة التصرفات هذه جاية من تربية معنا توجدت في عبر من مراحل وعبر الزمن زاد معنا تعدات على مراحل معنا معينة، وكان التلميذ هذا لو كان جاء مؤثر، لو كان جاء معناها لو كان جاء فما انكادرمون ولا فما تأثير من الوالدين ومن الأولياء ومن المحيط زاد ما كانش يكون شيء من الوصول، ما كانش نوصل للشيء هذا. هو يقول لك في الدين الإسلامي يقول لك ما غش أنا فليس منا. الغش هذا حرام حتى في الدين في كل شيء. واللي غش ميلهم كان روحه معناها ماهوش حسبه عند ربي. علاش حسب رأيك توا الناس الكل يقولوا لي هو تصرف ما يجيش وحرام وكل، لكن هو ظاهرة الغش في مجتمعنا، علاش الناس الكل يعملوه وبعد يقولوا لي راهو عيب؟ لا ما عملتش، يقول أنا هو يعمل يقول أنا ما عملتش. هذه موجودة، هذه متفشي في جميع الأوساط. الغش أنه طريقة سهلة للنجاح، طريقة سهلة للكسب، الكسب الظرفي مش الكسب على مدى طويل ولا نجاح، أما نجاح سلبي، سلبي جدا على المجتمع وعلى. هل يدوم هذا النجاح؟ إن شاء الله ما يدومش. هي ليست بظاهرة، وإنما الغش هو قديم خاصة في واقع مدرسي، والغش يتطور بأسلوب أو بآخر، والآن أصبحنا أمام غش جديد هو إلكتروني. إذن لا يمكن أن ينقطع الغش عن المؤسس رغم عن التحذير ورغم الإنذار ورغم المجهودات التي تقوم بها وزارة التربية ويقوم بها أيضا كل ما يتعلق بهذه المهنة، إلا أن التلميذ له واقعه الخاص، والغش هو من القديم إلى الحاضر إلى المستقبل لن ينتهي أبدا. فيما يخص الغش هذا في المواد الغذائية مثلا في اللحوم ولا في الدجاج، سواء في اللحوم ما كلموش عليه، فهمتي؟ هذا الناس أكثر عباد ما عادش تاكل اللحوم، ياكلون الدجاج، تو كي يبيعوا الدجاج مثلا هكا سكالوب كسكوتات، خلاص كسكوت ب 3000 ما يكفيش حد باش يلحمهم، ياخذ الكونجيلي احتمال ياخذ ذاك الكونجيلي ويبيع فيه للمواطنين، ياخذ كسكوت مثلا ب 3000 وفيه سكالوب وفيه فيت وفيه كذا، وكي يشوف ما يخلصوش منين ياخذوا السكالوب هذاك؟ ياخذوا من بيمي الحم ما عندوش معاش مصالح الاستهلاك. تونسي ولا يغش حتى في روحه، تونسي يغش حتى في روحه، معلش حشاك انا قبل كنا يركب كهربته يربطها بالتل ويخليها غادي يربطها ويمشي على روحه، ما في عادي حاجه يصلحها لا يخليها غادي، هاكا غش هذيك. الاخلاق متدهوره، تلقاه تلميذ متعدي واصل مستوى معين من التعليم واحد، لكن الغالب الباجاج نتاعو عنده فارغ في اصل، متعدي بالغش، متعدي بالسرقه، متعدي بالفوسكوبي. هذا يرجع للوالدين بالطبيعه، المبادئ اللي ضاعت في مجتمعنا اليوم، الناس كل هي تجري وراء الخبزه ونسيت تربيه الاولاد، توفر له باش ما نعرفش انا العمليه كيفاش، ولات ملء البطون اهم من ملء العقول والتربيه، خاصه التربيه، الاخلاق ضاعت 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 بالقدا، الام ما عادش عندها وقت بالكل، الناس كلها ولات تجري ورا الخبزه، ما عادش فما وقت جمله باش تربي ولدك. الحل هو ولدي نقعد مع خاطر الوليد وين يتربى؟ هو في الحضانه هكا ولا بعد في الروضه بعد في التحضيري بعد وين يلقى روح مباشره في المدرسه، ما تعلم حتى شيء وحده في الدار، اش باش يعمل هو باش ينجح باش يرضي والدي؟ خاطر هما يلزمك تنجح، ولدي انا شريت لك انا وفرت لك انا عملت لك، يلزمك تنجح، كيفاش باش ينجح؟ يلزمه بالاضافه لكونه هو يحضر ومش واثق من نفسه بالطبيعه باش يغش، اكيد باش يشوف صاحبه يغش وفلان نجح ويمجد في الغش ويتبجح بالغش، يولي هو بطبيعته يغش. لا ما وصلش بال حاجه كبيره، انا وصلت اني بطال تو وصلت بها حكايه كبيره. قولوا اليوم لتلامذتنا انه الفوسكوبي هذه او الغش حتى كان وصلتك لنجاح مؤقت فانه فيما بعد ما عندك راوين توصل. صحيح لازمنا نلموا بقاج في مخنا، لازمنا تثقيف في المخ باش كي نبداو معناها مع عباد متثقفه كل شيء ما نحلو في حتى شيء، ديجا الفوسكا ما عندها وين توصل، الحاجه الوحيده اللي توصلك هي المخ، واش عندك انت في مخك والنيفو نتاعك، اقرا لروحك صاحبي واختك من الفوسكا واعمل قليب توصل اللي تحب عليه، خذها قادر في الدنيا هذه فما حتى شيء مستحيل، ستيب تو ستيب
ستيب تو باي ستيب ان ذا توب، خطوه خطوه الى الاعلى. حاجه في المصلحه به، انت باش تقضي امورك تمشي حاجه باش تقضي امورك فيها، تولي تغزر روحك ما تغزرش لغيرك. هذيك هي فاش تفوسك فهمتني بالرشوه. الرشوه حاجه باهيه باش تمشي امورك؟ في الباهي حاجه باهيه لنفسك. لو انت كي باش تقضي ورقه ولا باش تعمل كذا برا امشي ويجا، برا امشي ويجا في السبيطار في كذا برا، كي تعطي لشكون 10000 5000 فرنك تقضي امورك. الكذب نهايته قصيره، الغش نهايته قصيره، والفساد نهايته قصيره. راهو احنا اكبر الفاسدين في العالم كيما في البرازيل وفي روسيا وفي امريكا وفي البلدان اللي طبق في القانون، معناها طبق القانون كيما دول القانون، نهايتها معناها في السجن، معناها نهايته في السجن، ما عنده وين باش يمشي. ان شاء الله احنا نقولوا ان شاء الله المعلمين يكونوا عندهم مستوى باهي فهمتني، يعملوهم اسكلاج اسكلا فهمتني نتاع بيداغوجيا، يعملوهم اسكلا نتاع تعليم، كل عام يجب يعملوهم اسكلا، خاطر المعلم هو بيدو وما يعرفش شو الحاجه اللي باش يقوم بها نحو التلميذ.